بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جن لينكس. معكم عبد المجيب. اليوم راح نتكلم عن شغله جميله جدا، وكيف تصنع لك باركود خاص بك، تمام، عن طريق برنامج اللي هو كي ادرس بوك. طيب، اول شيء ايش هو الباركود؟ هذا الباركود يمكنكم شفتوه قبل، تمام، عباره عن كود معين يتيح لك انك تمسحه عن طريق الجوال او عن طريق اي اداه، ويعطيك بيانات معينه. اليوم راح نتعرف على كيف نخلي الباركود هذا يعطينا اللي هو تفاصيل جهة اتصال معينة، زي مثلا ارقام التليفون، مثلا الايميلات، شغلات زي هذه، تمام، بحيث انك توفر جهدك، بدل ما انك مثلا كل ما قال لك واحد اعطى رقم جوالك تقدر تقول له طبعا خمسة أربعة خشي هم تعيد وما ادري وشو، ممكن يسألك عن ايميل. افضل شيء يكون عندك هذا عبارة عن كرت الكتروني لك، تمام، بحيث ان اي شخص يحتاجه يكون عندك على الجهاز، مثلا تفتح الجهاز تعطيه وهو يقوم ويمسح الباركود، ويكون كل بياناتك وصلت عنده بدون ما انك تتكلم اصلا، تمام. هذه ميزه ممتازه، هذا بالنسبه لنا احنا. بالنسبه للناس اللي تقريبا عندهم اللي هم ذوي احتياجات الخاصه، تمام، تجي لما تقول له كم رقم قد يقول لك موضوع طويل، تمام. في حاجه ثانيه، تمام، بس لا احد يطبقه، يعني واحد الله بيروح للسوق بيرقم له واحده، يعني الظاهر اني بمسك على هذه، تقعد تقول له 7-5 يا حلو، لا على طول، ها انقلي او اطبع على ورقه كبيره وامشي في الشارع، تمام، وان شاء الله نشوفك ماسكينك باذن الله قريبا. طيب، كيف نصنع الباركود هذا؟ بسيط جدا جدا جدا. اول شيء البرنامج هذا اسمه كي ادرس بوك، تمام، كيف ننزل كي ادرس بوك؟ تمام، افتح الطرفيه الله يسلمك، ايا كان التوزيعات كلها عليها الكي ادرس بوك. اذا كنت على التوزيعات ديبيانيه لينكس مينت ابونتو سودو ابت get install key address book، هذا هو، تمام، طبعا حاط لكم تحت اسمه بالضبط key address book، تمام. اما بالنسبه لبقيه التوزيعات فما عليك الا تبحث عن key address book عندك على مدير الحزام حقك، خلاص بعد ما تنزل البرنامج اذا كنت تستخدم واجهه كي دي اي او ايا كان، مجرد تروح للواجهه تكتب key address book، تمام، هذا هو مزبوط. طبعا هذا البرنامج اول ما يفتح لكم بالشكل هذا، افتراضيا يكون بدون اللي هو جهات الاتصال هذه ما في شيء هنا، لذلك احنا راح نسوي جهات اتصال جديد او دفتر جديد، نسوي ادرس بوك، راح تنزل تختار بيرسونال كونتاكت، تمام، ممكن يكون عندك، كان عندك العاب راح يكون بيانات شخصيه، تمام، وبعدين اضغط على اوكي. الان ممكن تسمي هذا باي اسم ايا كان، تمام، طبعا هنا لانه فيه جهه اتصال سابقه. طيب، بعد ما تخلص تسوي انشاء، اضغط على المنطقه هذه، حط عليها علامه صح، نيو كونتاكت، تمام. الان نبدا ونظبط اللي هو الكونتاكت الخاص بنا. اوكي، ايش اسمك؟ والله انا اسمي عبد المجيب، مثلا عبد المجيب احمد، ماشي. نيك نيم ممكن تخليه عبد المجيب، طبعا اللي يهمك بس، ومعلومه مهمه جدا جدا، لا تكثر البيانات، كل ما كثرت البيانات زاد التشويش في الباركود ويصير صعب مسحه في بعض الحالات، لذلك خلي بقدر الامكان بياناتك قليله مختصره، ماشي. رقم البيت 39، تتصلوا عليه ترى على طول نرد عليكم، تمام. الايميل ممكن تكتب ايميلك هنا، مثلا عبد المجيب @gmail.com، تمام. هوم بيج ممكن تحط صفحتك الشخصيه، تمام، زي مثلا arabgnu/linux.org. بلوج ممكن تكتب البلوج حقك wordpress.com، تمام. ممكن تروح اللوكيشن تحط اللي هو مكانك وين، طبعا انا ما حبيت موضوع اللوكيشن، لكن اذا حابب تحط اللوكيشن ممكن تضغط على نيو وتختار المكان اللي انت عايش فيه تفاصيل كامله، تمام. البزنس ممكن تحط بياناتك حقت العمل، تمام، منظمه العمل، عملك، اسم العمل، القسم، المكتب، مديرك والمساعد لك، تمام. في معلومات شخصيه زي هنا، مثلا هذه واحده جميله، مثلا تاريخ الميلاد، ممكن تختار تاريخ ميلادك 89، تمام. كم تاريخ ميلادي انا؟ والله يا جماعه الخير احنا ما ندري، احنا تقويمنا هجري بس اعتقد انه 18/6، تمام. نوتس ممكن تكتب ملاحظات هنا، زي مثلا تويتر عبد المجيب مثلا، تمام، ممكن تحط رابط الفيسبوك حقك والى اخره، تمام. بالنسبه للكاستم فيلدز انا شفت انه ما اقراها الاندرويد، او ممكن اني اخطيت الله اعلم، لكن اذا عندك اي حاجه تبغى تضيفها ممكن تضيفها بالملاحظات هنا، زي مثلا تويتر ممكن تكتب هنا مثلا رأسني عويس، اي شيء، تمام. خلاص، اضغط على اوكي، ماشي. الان صار عندك جاهز، جهه اتصال جاهز، زي ما انتم شايفين الباركود طلع اكبر من قبل شوي لانه في بيانات. خلونا نجرب نمسح الباركود. وين راح الباركود؟ باركود باركود باركود، اوكي، امسح امسح هذا. طيب، نجيب البتاع هذا ونحطه هنا،
ارجع شوي. ايوه خلاص تم مسحه تمام. جاهز الان، طلع اسمي رقمي الموقع، وطلع حتى الملاحظات اللي هو تويتر اللي هو آت عبد المجيب. والله شيء طيب صراحه. طيب انت بتحتفظ بالصوره هذه، شو تسوي؟ تسوي برنت سكرين اللي هو تصوير للشاشه ايا كان. طبعا اغلب الشاشات فيها زر، او اغلب لوحات المفاتيح فيها زر اسمه برنت سكرين، تضغط عليه تمام، راح يجيك اللي هو شاشه التصوير هذه تمام. على حسب نوع البرنامج عندك، لكن عندنا على جنو لينكس يعطينا امكانيات ثانيه تمام. عموما بشكل عام راح تحتاج انك تسوي اللي هو هذه ريسنتج، وفي بعض البرامج تختلف. اذا كنت على جنوم مثلا، خلينا نجرب حق جنوم سكرين شوت تمام. ابو شباب ايوه والله ما ادري ايش اسمه صراحه، يمكن يكون هذا، هذا حكاية دي. عموما ايا كان راح تصور المنطقة هذه، وبعدين تسوي تيك وتحدد بالشكل هذا، تضغط انتر تمام. خلاص احفظ الصورة هذه، حطها باي مكان، حطها على جهازك على اي مكان وخلاص. اي شخص يسألك افتح له الصورة، او حط الصورة عندك اذا كنت عندك اندرويد يدعم الوجت حق الصور، حط لك الوجت على الصورة هنا. اي شخص يسألك تقول له قضينا من الموضوع، عطنا رقمك والى اخره. انتهى درس اليوم، عرفنا كيف نسوي باركود، درس بسيط جدا وسهل ومفيد باذن الله تعالى. لا احد يطبق موضوع. يلا مع السلامه. اذا عندك مشكلات استفسارات تعالوا على منتدى الدعم، انا هناك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.